الدايت النباتي ما له وما عليه، موضوع مهم. من فضلكم انشر الفيديو عشان الناس تستفاد، ومن فضلكم صلي على سيدنا محمد في التعليقات عشان ناخد الثواب. ايه هو الدايت النباتي؟ الدايت النباتي ان انا على مدار الاسبوع او على طول اكل خضار وفاكهه، ما اكلش اللحوم. وده دايت كويس جدا، مميزاته ان هو بيشبع، ان هو فيه الياف، ان هو بيحسن الجهاز الهضمي، ان هو فيه مضادات اكسده، ان هو بيزود حيويه الجسم، ان هو بيظبط السكر، ان هو بيقلل الكوليسترول. ليه فوائد كتير جدا، فده حاجه مهمه جدا. ونعرف طبعا ان النباتيين بيبقى عمرهم وصحتهم احسن من اللي بياكلوا لحوم. بس عيوبه ايه؟ عيوبه ان هو ما فيهوش اوميجا، ما فيهوش يود، ما فيهوش حديد، ما فيهوش زنك، ما فيهوش فيتامين بي 12، الحاجات دي موجوده في اللحوم. فنعمل ايه؟ اللي عايز يمشي عليه على طول يمشي عليه وياخد المكملات دي من الصيدليه، والافضل ان انا امشي عليه اسبوع، والاسبوع اللي بعديه امشي عليه طبعا مع الدكتور واضيف عليه اللحوم. دمتم اصحاء، تحياتي لكم، معاكم الدكتور باسم الهابط استشاري الصحه العامه.